شكرا لكم، مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في حصتكم الجديده، حصه الخزنه. الخزنه اللي دوك على بالكم باللي لو كانديدا اللي يحضر فيها يقدر يربح حتى مليار سنتيم. بصح نتوما تان تقدروا تربحوا، ابعثوا اس ام اس فيه الاسم اللقب والولايه على رقم 66016 باش تقاسموا معاه هذا المبلغ. هيا ما نطولش عليكم اعزائي المشاهدين، استقبلوا لو كانديدا تاع اليوم. جانا من سوق هراس في عمره 30 سنه واسمه رشيد. واش راك يا رشيد؟ صافا؟ تبسيمة، لا فورم، راك اون فورم؟ الحمد لله اون فورم. جيت معول؟ معول جيت معول بربي. واش علاش شحالك معول اليوم؟ لو ماكسيموم. لو ماكسيموم بيان سور، يفو با ايزيتي. لو ماكسيموم بربي. تتمنى المينيموم؟ كاش لي تتمنى؟ نتمناو كاع الماكسيموم بربي ان شاء الله. لو كان تربح الماكسيموم جوستومون، وشنو هو المشروع؟ سلام. مشروع؟ مسكن. مسكن. مسكن، أول حاجة مسكن. سيتادير كاري هادي يا مال؟ كاري يا بو. مزوج أنت؟ نعم. صح. مزوج وكاري وحبيت تشري دار. حاب نشري دار. المدام اللي درت لك الضغط ولا أنت؟ لا أنا. أنت داير الضغط لعمرك. أوكي صح. ومدام صافا؟ صافا الحمد لله لاباس. وراي في الدار؟ لا لا. تشوف فينا؟ هنا هنا. هنا وين هادي؟ مدام. مدام راهي هنا. جيبوا لنا ميكرو. الميكرو بور مدام. ان دو. مرحبا بك مدام. بيك ميرسي. واش راكي؟ صافا الحمد لله. صافا؟ صافا. كيف الدار؟ لا لا. وشنو المبلغ اللي لازم يربحوا اليوم باش يدخل للدار؟ اللي كتبوا ربي. ما لو كان يجي فلسة ما يدخلش للدار يا نشوفوا. شوفوا بلاك. شوفي لو كان يخرج، لو كان يخرج فلسة، واش دير له فاليزة؟ شوية قبايل شوية سراول له ياك. اللي كتبوا ربي هذاك هو. يا خلاص ان شاء الله ان شاء الله. هاي دور معايا باش نشوفوا اسكو نروحوا للمشروع تاع السكن ولا مازال شويه. هكذا هكذا خويا. هاي يا رشيد شوف معايا، اون فاس عليك كاين 20 خزنه. 20 خزنه، 15 منهم فيهم مبالغ ماليه من 5 ملايين حتى ل 200 مليون. 200 مليون فوالا. وغوش كيما راك تشوف وحده فيهم ضاعف لك فوالا. زيد الاخرى ديفيزي بار دو، هذيك ماشي مليحه. ماشي مليحه. ايه الاخرى فوا زيرو. فوا زيرو هذيك ترجعك للصفر، بصح تكمل تلعب معنا. وزوج اللي بقاو هذوك هما اللي اليوم رايحين يخرجوك من الدار. ما تدخلش للدار يا محمد. هذوك ايفيتيهم ان شاء الله. هاي ايفيتيهم لو كان تطيح في الفلسه ان شاء الله. يحبس اللعب تحبس الحصه وسمح بيناتنا هكذا. في هذا المومون اللي رانا نتكلموا فيه المشاهدين راهم يكتشفوا واش كاين في الخزنات تاعك. احنا بيان سور ما نقدروش نشوفوا هذا الشيء، بصح هما يشوفوا واش كاين في الخزنه تاعك وكيفاش راهم منظمين. نظمناهم بيان سور افيك لاد تاع لويسي جوستيس تاع الحصه اللي هو الاستاذ رحيميه. شفتوا شكون الاستاذ؟ نعم. شفتوا شكون الاستاذ؟ لا وقعد قدام مدام هذا. شفتوا فوالا. كل شيء مضبوط. كل شيء على ما يرام. مرحبا بك خونا الطيب، مرحبا بالاخ رشيد اللي جا من ولايه سوق هراس. بارك الله. لكن اليوم حطيتوني هنا في ليزيرجونس. كيفاه؟ راني في ليزيرجونس. علاش واش بك؟ اش كاين لي استاذ؟ هو راهو يشارك معك راهو يضحك ويتبسم والاخت منا الزوجه تاعها راهو قلبها يخبط. قلبها يخبط؟ راهي هنا الحاله واش نقول؟ والله غير صح. مدام مين ذاك نجي نقصر معك ما تخافيش. بصح ما تعاونيش ما تقدريش تعاون. ديجا انت ما تخزرش فيها. ما نخزرش فيها خلاص. ايه نخزر فيها. نعم. نخزر غير فيك. اوكي صح. هاي قانون اللعبه يقول 10 اسئله كل ما نسالك تخير خزنه. بعد الجواب اذا كان صحيح الخزنه راك امنتها وفي اخر الحصه نحلوا نفتحوا وان شاء الله نصيبوا مبلغ شال. كبير ومدام تفرح بك. اذا كان الجواب غلط الخزنه راك خسرتها وما نقدروش نعرفوا واش كان الداخل ومدام تزعف هكذا ان شاء الله. هاي اوكي ان شاء الله. المواضيع اللي نقترحوها عليك هامليك شوف معي.
كيما راك تشوف 20 موضوع. 20 موضوع. وباش نسهل لك يا رشيد، انت اللي راك راح تخير العشر مواضيع اللي ماذا بيك نسالك عليها. تفضل. حاجه باهيه. تفضل خير. 10 منهم. رياضة. يجوك سهلين. رياضة. رياضة. ثقافة عامة. ثقافة عامة. موسيقى عالمية. موسيقى عالمية. إسلاميات. إسلاميات. حيوانات. حيوانات. جغرافيا. جغرافيا. تاريخ الجزائر. تاريخ الجزائر. خصو ثلاثة. داروا ثلاثة. تاريخ. تاريخ. سينما عالمية. سينما عالمية. يخص واحد. ويخص واحد ده. زيد واحد. سينما وتلفزيون جزائري. سينما وتلفزيون جزائري. دونك اليوم خيرت معنا رياضة، ثقافة عامة، موسيقى عالمية، إسلاميات، حيوانات، جغرافيا، تاريخ الجزائر، تاريخ، سينما عالمية، ونختموها بسينما وتلفزيون جزائري. هكذا. صح. نبدأ بسم الله بالرياضة. خير خزنة. تفضل. خير خزنة قبل. خير خزنة. نربطوها بالموضوع تاع الرياضة. روى. رقم 3. في الرياضة السؤال يقول: هاو ليكرون تاعك، شوف هنا وهنا، نشوف هنا. ياكو صحيح. اوكي. من هو النادي الأوروبي الملقب السيدة العجوز؟ السيدة العجوز. هل أسي ميلان، ريال مدريد، جوفنتوس، ولا مانشستر يونايتد؟ عندك الجواب. عندي جواب. بيان سور. ما لا قول لي وشنو هو الجواب. جوفنتوس. راك سور؟ باذن الله سور. راهو سور يا مدام، راهو سور براسه. الرياضه هو خلاص. رشيد يقول جوفنتوس، والجواب صحيح. هيا كي نسميك. بيان. مليح. اي تبس الملك من عينيها. عينيها ما يتبسم هكذا. هاي. انجزوا لثقافة عامة. ثقافة عامة. خير خزنة تفضل. خزنة نيميرو 11. في الثقافة عامة السؤال يقول: ما هو الكوكب الوحيد الذي يحتوي على حلقة في المجموعة الشمسية؟ هل أورانوس، نبتون، زحل، ولا المشتري؟ ما تشوفش ما دام انا نعسة. جميل. قول لي تقول حتى بيناتنا ياك. رشيد يقول زحل، والجواب صحيح. جاك الفال. تعرف الفال؟ نعرف الفال. هاي جاتك مينا. دبر راسك. مساء الخير طيب. مساء النور. مساء الخير رشيد. مساء الخير. مرحبا بك ومرحبا بالزوجة تاعك. بيك بارك الله فيك. وش رايك صافا؟ رشيد كيما شفنا بلي أمنت الخزنة رقم 11، بصح ما أمنتش واش كاين فيها اللي يقدر يكون الفلسة. وكيما على بالك بلي الفلسة راهي واعرة، يعني راح تخليك تتوقف عن اللعب وتروح بخيبة أمل، وعلى هذه راني جيت لك أنا باش نقدم لك عرض. إذا سمحت في هذه الخزنة أنا راح نهديك تلفزيون
مهدة من طرف برونت سمارت تي في 32 بوس ليد، وراح نضيف لك روبو ملتي فونكسيون مهدة من طرف برونت. واش قولك رشيد؟ اقتراح انا؟ ها؟ اقتراح هذا مقابل اذا سمحت في هذيك الخزنه رقم 11 تتخلى عليها. تتخلى ويتدي لك نخلاش عليها. ما نشوف مدام انا مدام ميكرو تلفزيون وروبو واش يدير؟ يتخلى. انا جوكبا يتخلى على 11 يتخلى ها؟ يتخلى على على 11 ويدي لي كادو. ايه خمم دوك خرب. انا ندير لكم مشكل. انا نظن تسمع المراه قلت لها مشكل. انا قلت لك مشكل مادام قالت لك انا اديني لي كادو سير نروح بهم للدار كيفاه؟ راك تطيح في الفلسه راني متاكده. لو كل ما تسمعش في هذه الخزنه راح تندم بعد. قرارك رشيد. رشيد شيلها مشكل. طيب عليك الله عليك شيلها مشكل. هاي 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 بركة متى هاي نتخلى ها؟ تتخلى نتخلى عليها. مبروك عليك الهدايا. لا لا على الخزنة تدي الكادو. ندي الكادو. ايش كيفاش؟ مبروك مبروك. هي الأخرة. طيب دوك نولي ليه كيفاه؟ أنت قلت لي مقبل لا لا دار دي الخزنة تاعي لاخر. مادام قالت لك تخلى تخلى. وزارة الداخلية. وزارة الداخلية. بصح دوك نشوفوا وزارة. نعم أستاذ. واش نكتب؟ هو تخلى ولا هي تخلت؟ واش تحق عندي؟ وأنا واش نكتب هنا؟ ها؟ شكون اللي تخلى هو ولا هي؟ المشكل. هاد الشيء. أيا نفوتوها معلش. ها؟ نفوتوها. أيا نفوتوها. بون عطات له امر نفهم. هو طبق طبق هذا ما كان الطريق صحيح. دات له دلها دات له هكاش لعب امر طبق. بون دوك نشوفوا اسكو مدام عمل عربي عندها الحق ولا لا. الحق ولا لا. نروح نفتح الخزنه رقم 11. رشيد فهموا حاجة. اسكو انت عندك وين تبات؟ نعم عندك وين تبات؟ عندي باش نعرف برك. عندي لو كان ماشي في الدار عندك وين تبات؟ عندي ها هي خلاص غير بدا تعيط. نبدا من درك. تلفزيون وروبو ياك وانت مدام عندك وين تباتي؟ باسكو قادر يضر عليك. هاي نفتحوا الخزنة رقم 11 ونشوفوا شحال يسواو هاد التلفزيون وهاد الروبو. الخزنة رقم 11 هي راح تفتح دوك. كي وجدة؟ أكي وجدة مدام؟ عيد؟ واش شفت وين تبات؟ مازال؟ عندي أنا هاي عندك. هاي حلوا لنا الخزنة رقم 11. خمسين مليون.
هيا نجوزو دوك. نجوزو دوك للموسيقى العالمية. شعر. شعر وي. هاي خير خزنة. ما تشوفش لهيك ما تشوفش. آه سي بون. باسكو كي تشوف منا تشوف هذوك ال 50 مليون. خير منا خير. نيميرو 19. رقم 19. 19. في الموسيقى العالمية السؤال مفتوح ويقول: ما هو أصل الفنان مصاري؟ كاش اقتراحات؟ ما كاش اقتراحات، سؤال مفتوح. الفنان مصاري، تعرفوه؟ نعرفوه. خلاص؟ أصله تركي. تركي؟ تركي نعم. رشيد يقول تركي. ومساري هو لبناني. انت كنت تعرفي لا ريبوز. اه بالك تشوف فيها. اه وسمعتك درتي هكذايا وزغتي. ايه ايه روحي برك. هاي نجوزو الاسلاميات. خير خزنة تفضل. رقم 7. رقم 7. في الإسلاميات السؤال مفتوح ويقول: من هو نبي الله الذي كان خياطا؟ هما شحال اللي مذكورين في القرآن؟ 33. واحد منهم كان خياط. مش فكرة بس هنعطيك الأقرب. معليش. هيا رشيد. سيدنا موسى. رشيد يقول سيدنا موسى. وللأسف الجواب هو إدريس. عنديش معلومة. معليش صاغيب معليش. هاي نجوزو دوك. العالم الحيوانات. رقم 16. رقم 16. في هذا الموضوع السؤال مفتوح ويقول: من هو الحيوان الذي ينام واقفا؟ سهلة. أعزائي المشاهدين إذا حبيتوا تتقاسموا مع رشيد واش رايح يربح اليوم، ما عليكم غير تبعتوا SMS فيه الاسم اللقب والولاية على الرقم 66016. راك تحوس عليا؟ راني نهضر مع المشاهد متحوس عليا. خمم زيد خمم خليلك مهلة. هيا زيد خمم شوية. إشهاري أعزائي المشاهدين ونعود نوليو مع رشيد باش نعرفوا الإجابة كيفاش وراح يفتح الخزنات تاعو. هيا ما تبعدوش ارميو تيليكوموند ورانا موليو. مازالكم أعزائي المشاهدين مع الخزنة ومع رشيد اللي راح يجاوبنا على السؤال التالي: من هو الحيوان الذي ينام واقفا؟ تفضل رشيد، راك خممت بزاف. ها هاي واقفا راقدا واقفا من هو؟ هاي لازم تعطيني جواب رشيد. معليش قول حيوان وبالك. زرافة. رشيد يقول الزرافة. وهو الحصان. الحصان. ما قلناش من هو كبيرا، قلنا من هو ينام واقفا. هاي انجزوا للجغرافيا. اما دام اعطيه شويه كوراج ما على باليش نشطيه شويه.
ارفدي الميكرو، ارفدي الميكرو، خلي له حاجه تفرحوا باش تولي له شي حاجه. شجاعه، كوراج. هذه هي كوراج، سيت ان جو. ايه وربي سهل و ان شاء الله ان شاء الله. ايه درت له هذيك هكذا ومن بعد بالك. هاي رقم 17. رقم 17. السؤال مفتوح ويقول: ما هو الذي يسبب ظاهرة المد والجزر؟ كيف يا رجل؟ مؤتمر. ها؟ مؤتمر. القمر؟ نعم. بس لازم تفهمني كيف؟ ضوء القمر. ضوء القمر. على بالي المد وجزر القمر. عندي المعلومة كيفك؟ إيه؟ المعلومات اللي عندي المد وجزر من القمر. إي صح، بس عندك نص تاع المعلومة. أنت قلت ضوء القمر. رشيد يقول ضوء القمر. والجواب جاذبية القمر. وفي هذه المعلومة الجاذبية هي صح، هي اللي ديبلاسي الماء. هاي نجوزو لتاريخ الجزائر. خير خزنة تفضل. رقم واحد. رقم واحد. السؤال يقول: دامت مفاوضات إيفيون الثانية بين الطرف الجزائري والفرنسي من 5 إلى 16 مارس 1962، 6 إلى 17 مارس 1962، 7 إلى 18 مارس 1962، ولا 8 إلى 19 مارس 1962. نعاونك شوية. هاد المفاوضات دامت 12 يوم. 12 يوم. اه. علاش راك تضحك انت؟ علاش راك تضحك؟ كاع 12 يوم او فهمها. هاي خير واختار. من 7 إلى 18 مارس. رشيد يقول من 7 إلى 18 مارس 1962. صحيح. هاي نجوزو للتاريخ. تاريخ. نخيرو خزنة. رقم 9. رقم 9. في هذا الموضوع السؤال يقول: بين من ومن قامت الحرب الباردة؟ كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، ولا مصر وبريطانيا؟ قول ليش ما نخمم. سهلة هذه. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. راك سير. بيان سير. أخي ماشي مدام لي. جامي. هاي هكذا وليت ما تشوفش فيه كاع. هاي هكذا. هاي حضرة الحساب بصح هكذا. الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي.
هايا رشيد قال الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والجواب صحيح. ونزيدوا نأمنوا الخزنة رقم 9. أعزائي المشاهدين، وزاد أمن خزنة 3 خزنات. إذا حبيتوا تتقاسموا شو راح يربح اليوم، SMS فيه الاسم اللقب والولاية على الرقم 66016. أنجزوا للسينما العالمية. مدام على بالك بلي كاين واحد راح يتقاسم معاه واش يربح؟ ما تحبيش هكذا، معليش معليش. صح، هاي سينما عالمية رقم 6. رقم 6. رقم 6. السؤال يقول: من تكون زوجة الممثل التركي مراد يلداريم المعروف باسم سواش، بطل مسلسل عشق وجزاء؟ مولف تشوف الافلام التركيه؟ جامي. وانت مدام؟ زعما زعما نو شيا شيا. هيا، هل هو بيرينساس؟ هل هي توبا بويوكستون، إيمان الباني، ولا سينام كوبال؟ نعاونك. نعطيك هاني تربي يعني ما عرفتش شكون انا. هذه امرأة تاعو مغربية وكانت ملكة الجمال، يعرف على بالها يتبعوا لي جال ملكة الجمال 2006 في المغرب. هاي انا عاونتك، واش تقول؟ إيمان الباني. رشيد يقول إيمان الباني، والجواب صحيح. تخرج من هذه. هاي ولاد، هاي تخرج من هذه. مرحبا بك. بكم، ميرسي. رانا فرحانين بك في البلاطو. على بالي. وهما راهم فرحانين بك أكثر وأكثر. هاد المرة رشيد ركز معايا. هاد المرة تبعني مليح واش راح نهضر معاك. نركز. مقابل الخزنة رقم 6. إذا سمحت فيها راح نهدي لك أشواغ مهدا من طرف بغونت، وركز مليح راك قادر تطيح في الفلسة. وش قولك رشيد؟ مش ناش الهدية. أشواغ. أشواغ. رحايا. ترحيل الحم، رحايا. مليحة ترحيل الحم، البولي، كلش. وتأكد باللي الهدية راك راح تاخذها معاك، وعندك يعني خزنوات تانيين تقدر تفتحهم في الجزء الثالث تاع اللعبة. وش رأيك رشيد؟ خزنة. أنا حكم خزنة. خزنة أخويا. شوف معاها براسك جاوبها. واش مدام؟ واش مدام؟ واش قلنا؟ أنكور لا. أنا بور موا. والأسواق. سيت أن ريسك. سيت أن ريسك دوكا. وي. سيت أن ريسك. مدام الأسواق إلكتريك ماشي سامبل. إلكتريك إلا حاجة أخرى. حاجة أخرى. دبر راسك. هو يحب لي أسواق. عادة. وش وقرأ خويا خمم؟ خليه يفكر على بالك باللي يكون البروبليم يكون سام ولا حاجة. فلسة. نحكم الخزنة تاعي. متأكد رشيد الفلسة. فيت اتونسيون. فيت اتونسيون. وهذه المرة ما تسألش الزوجة تاعك يعني بالك تحتاج الأسواق. قولي له فو. بيس. فيت اتونسيون مون ماري. اتونسيون. طيب فكنا فيه. هاتشي نورمال كيما. فكنا. فيت اتونسيون. هو هكذا. بيان سور ما فام. نو فوز انكيتي با. فيت اتونسيون. ما يسألش كيما يقولوا. خلاص نتمنى لكم التوفيق. هيا دوك راسك معاه مدام. دوك خذ قرار. قرار يعود لي. انا قلت لك لا وانت دبر راسك. خلاص هذه المراه هكذا دير. شوف انا قلت لك انت دبر راسك. هكذا يديروا، هي تقول لك انا قلت لك لا
بصح دبر راسك صافي دير لا لا ريزيلتا ما كاش هذه دبر راسك صافي دير لا انا نحكم نحكم الخزنه تاعك نحكم الخزنه تاعك انا نميرو سياسه نحكم الله غالب يحتفظ بالخزنه الله غالب سيغ انا سيغ نحكم نميرو سياسه نحكم الخزنه تاعك باش تندم باش تندم من بعد باذن الله ما ندم فيونداشي في اللعبه محمد كنا فيونداشي دبر راسك ما لا خلاص نتمنى لك التوفيق ان شاء الله ان شاء الله شكرا هاي دونك نأمنوا لك الخزنة رقم ستة السؤال الأخير آخر موضوع وآخر فرصة بزيد تربح خزنة بإذن الله هاي إن شاء الله سينما وتلفزيون جزائري خير خزنة تفضل نميرو 5 الخزنة رقم 5 في هذا الموضوع السؤال مفتوح ويقول من هي الممثلة التي أدت دور البطولة في فيلم الجزائري رشيدة؟ خرج في 2002 واقيل 2002 شفتو رشيدة نشفى عليه نشفى عليه ببريه وكاع نشفاو عليه بصح اسكو راح تشفى على الممثله هي اللي نسيتها البطوله دور البطوله نعرف الفيزاج تاع الممثله بصح انا نسيت اسمها هاي أعطيني جواب لازم تعطيني جواب الآن هاي يا رجل بهي يا راشدي رشيد يقول باهية رشدي وللأسف هي ابتسام جوادي بون الخلاصة ربع خزنات ربع خزنات أعطيوا تصفيق ربع خزنات حاجة مليحة حاجة مليحة نفتحو نبداو نفتحوهم معليش عاش فيها بيبليسيتي شوية إشهار أعزائي المشاهدين ونعاودوا نوليو مع رشيد باش يفتح الخزنة تاعو الجزء الثالث والأخير أعزائي المشاهدين تحصة الخزنة تاع هاد السهرة ورانا مع رشيد اللي تحصل على وأمن ربع خزنات ويا درا كيفاش هو راح يفتحهم واش هو راح يربح ويا درا اسكو ما يطيحش في اسمه المهم اقصاء اقصاء الفلسه الفلسه ان شاء الله لا حتى اسمها شوف معايا واش تقدر تربح تفتح الخزنه تاعك من 5 ملايين حتى ل 200 مليون هذو هما الاحتمالات بصح كي تشوف اغوس كاين دي ريسك تقسيم 2 في 0 وهذوك زوج فلسف زوج فلسات هاي باش نبداو نبدا ترتيب تاع الخزنات ولا نبدا نعطيك خزنه الاولى لا لا شكون هي اللي تفتحها الاولى دار تفتحهم كاع شكون هي الاولى رقم 6 رقم 6 بلا ما تخمم هكذا رقم 6 رقم 6 6 يعني بالترتيب ولا ايه ترتيب بالترتيب نرتبها نعطيك اكزامبل سي اس ان لا لا دوك نفتحوها وبعد نزيدو نكملو فوالا كي نفتحوها زيد تقول لي رقم 1 علاش بدلت بدلتك هكا والله بدلتك هكا قلت لي تفتحها سير من راك خلاص رقم 1 رقم 1 افتحوا لنا الخزنه رقم 1
انا ملاح 5 ملايين طبعا واش ربحتهم قبيل؟ لا لا واش ربحتهم قبيل؟ الكادو واش عطاهم؟ تلفزيون تلفزيون حاجه اخرى بالحلقه روبو روبو واه و 5 ملايين هاي زيد وين نروحوا دوك؟ نيميرو 3 رقم 3 رقم 3 3 افتحوا لنا الخزنة رقم 3 مدام رقم 3 يا وقيلة ما كيش موافقة راك مليح في الاستراتيجي تاعك مليح روح زيد كمل زيد رقم 9 هذه تاع الفال نو لا لا نيميرو 6 تاع الفال شفت كيفاه هون بعد نجي لك دونك رقم 9 9 ملعب شي 6 باسكو 9 كي تقلبوا يولي 6 يولي 6 اي دبر راسك رقم 9 مدام رقم 9 ها حبيتي 6 ما تهدريش رقم 9 افتحوا لنا الخزنة رقم 9 مليحة مدام صح لا لا سهل سهل صح خلاص الحمد لله هاي الحمد لله ودوك رقم 6 لوجيك رقم 6 سي لوجيك افتحوا لنا الخزنة رقم 6 سير هذه هي تاع الفال هذه هي تاع الفال هذه هي تاع الفال زعما هذه الخطره شكون يربح انت ولا مينا انا اللي شكون عنده الحق انا اللي نربح انت ولا هي باذن الله انا صح ان شاء الله هيا فتحوا لنا الخزنه الاخيره لرشيد اليوم اللي هي الخزنه رقم 6 واش تزيد؟ الحمد لله هدايا الحمد لله 20 مليون اللي بياسر تقاسمها مع المشاهد ليه الاسم تاعو هنا على الشاشه مليحه مليحه وقيل اليوم واحد ما يرقد برا صفا فرات بارك الله فيك رشيد يعطيك الصحه كش ما حبيت تقول حبيت نشكركم على الحصه هذيا إيه؟ نشكرك انت إيه؟ تحيه للوالده والوالد وجميع سكان سوق حراس واصدقائي كلها صحيت بارك الله فيك من التوفيق يعطيك الصحة تفضل بارك الله فيك أعزائي المشاهدين ديروا كيما رشيد ابعثوا اس ام اس في الاسم اللقب والولاية على الرقم 66016 باش تحضروا معنا تبي تكاسي الخزنة أروح كاسيها إذا قدرت